بتصور بتغني؟ لا بغني، بغني شكرا. بترقص؟ لا وانا برقص بتابع رقص. مش لعب؟ لا وانا مش لعب. بتصور بقى بالاساس بحكي. هيك عم شوف. بحكي عم تشرب على الدنيا، على الناس، على الحياه، بحكي عن الناس. تقريبا بحكي عن الناس. بخلط يعني. تقدر تقول المقلب نوع من المقلب. شعورك عليها؟ يعني عادة مقام. حياة أمي ما حداش أعطوها شيء. بس تعال نحكي شوي عنك، تتعرف في الناس، تصعد لك الطب شو كل بعد. دكتور سليم طبعا معروف بالعالم كله كطبيب نفساني، معروف جدا، له مقالات كتبت ونشرت في مواقع انترنت عديده محليه وعالميه. دكتور سليم طبعا كان في مؤتمر في خارج البلاد. دكتور؟ اه اكيد لا شك. طيب دكتور، انت كنت في مؤتمر في خارج البلاد، تحكي لنا شوي عنه. كنت في مؤتمر في خارج البلاد او وين كان المؤتمر؟ في ضريبة. بس وين بلد الداد؟ في بلاد برضه. حلو، بس وين بلاد برضه؟ في بلد ثاني غير هيك. طيب بس وين كان المؤتمر؟ شو كان؟ ايش كان عنوانه؟ كان بعنوان العقل العربي لدينا السياسة والتياسة. ومين شارك المؤتمر معاه؟ كان هناك العديد من الأخصائيين من بريطانيا، أمريكا، روسيا، كان في واحدة روسية.